الخبر في عدد اليوم الجورنال فيغ جاب عنوان قرار جديد من أنيس محفوظ قبل لقاء الرجاء والأهلي المصري. وكشفت مصادر مطلية أنه من المقرر باش يلتحق أنيس محفوظ رئيس فريق الرجاء الرياضي وإسام إبراهيم الكاتب العام للنادي بعثة الفريق اللي شدت الرحال الثلاثاء الماضي للديار المصرية استعدادا لمواجهة الأهلي المصري يوم السبت المقبل. ووضحت ذات المصادر أن أنيس محفوظ وإسام إبراهيمي غيسافروا اليوم الجمعة للقاهرة لالتحاق بعثة القلعة الخضراء. وأكدت أن هذا القرار كيجي من أجل دعم وتحفيز لاعبين النادي على تحقيق نتيجة إيجابية إن شاء الله للعب مباراة الإياب أرياحية. لقاء ثأري للطاوسي أمام الأهلي في دوري أبطال إفريقيا. ومن المنتظر باش يكون مدرب فريق الرجاء الرياضي رشيد طاوسي على موعد الطائر من الأهلي المصري برسم دابة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. وغتكون هذه المواجهة خاصة للإيطال الوطني رشيد طاوسي للثأر من النادي المصري اللي قصى سنة 2018 دور نصف نهائي المسابقة القارية ملي كان كيشرف آنذاك على تدريب وفاق الطيب الجزائري. وكانت مباراة داب بين الفريقين انتهت لصالح النادي المصري بنتيجة هدفين دون رد، في حين أن مواجهة الإياب انتهت لصالح وفاق الطيب بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد. أفشا يثير مخاوف الأهلي المصري قبل مواجهة الرجاء. وواصل محمد مجدي أفشا نجم فريق الأهلي المصري أداء تدريبه الاستشفائية في القاعة الرياضية اليوم الثاني على التوالي على هامش الحصة التدريبية الجماعية للنادي المصري اللي تقامت أمس الخميس. وأكد أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالنادي المصري أن أفشا كيواصل تنفيذ برنامجه الاستشفائي للتخلص من الإجهاد العضلي. ووضح المتحدث نفسه أن أفشا أدى تدريبات الاستشفاء في إطار الحفظ على منحه قدر أكبر من الراحة والتخلص من الإجهاد الجهيزه بشكل مناسب للمباريات، مع العلم أن مشاركته ضد فريق الرجاء الرياضي يوم السبت المقبل كتبقى مستبعدة. بالارقام زريده اغلى لاعب بالرجاء قبل قمه الاهلي. وفق الموقع الاحصائي ترانسفير ماركت كتوصل القيمه التسويقيه لفريق الرجاء الرياضي قبل القمه المرتقبه في القاهره ل 14 مليون و 8000 اورو، عكس الاهلي المصري اللي كتبلغ قيمته التسويقيه 31 مليون و 850 الف يورو. وكيتعتبر محمد زريده لاعب خط وسط فريق الرجاء اغلى لاعب صفوف النصر الخضر بحيث بلغت قيمته التسويقيه مليون و 200 الف يورو، متفوق على زملائه في الفريق الاخضر. وكيجذك ليه الوردي في المركز الثاني من حيث القيمه سوقية داخل القلعة الخضراء بمبلغ مليون ومئة ألف يورو. بالمناصفة مع الحارس أنس زنيتي متبوع باللاعب جمال حركاس اللي وصلت قيمته السوقية ل 650 ألف يورو، فيما احتل اللاعب محمد النعيري المركز الرابع بمبلغ 600 ألف يورو. الرجاء الرياضي يصرف منح لاعبي قبل قمة الأهلي المصري. وصرف فريق الرجاء الرياضي الجزء الأخير من الشطر الأول منحة توقيع لاعبيه في الأسبوع الماضي حسب ما أكدوا مصدر خاص. وقرر فريق الرجاء صرف الشطر الأول منحة توقيع لاعبيه لأجزاء حسب ما كيتوفر من مداخيل المباريات، إذ كان كيصرف كل مناسبة مبالغ متفاوتة للاعبين حسب منحة توقيع كل لاعب. وكانوا بعض اللاعبين كيتوصلوا ب 15 مليون سنتيم والبعض الآخر ب 20 مليون وآخرين ب 10 ملايين سنتيم. ووضح نفس المصدر أن المكتب موسي غيصرف باقي أشطر منح التوقيع في الأيام قليلة المقبلة بعد توفر ميزانية من مداخل المباريات باش يتمكن من صرف منح توقيع لاعبي كاملة من نهاية الموسم الرياضي الحالي. وكانوا لاعبي فريق الرجاء كيعانيو من تأخر صرف منح توقيعهم في المواسم الماضية بسبب الأزمة المالية اللي تفاقمات مع انتشار فيروس كورونا قبل ما ينجح المكتب المسير السابق في صرف جميع ديونهم بعد ما تحصل على حوالي 10 ملايير سنتيم من صفقة بيع عقود بين مالونغ وسوفيا الرحيمي وتتويج بلقب البطولة العربية للأندية البطالة. 23 لاعبا في لائحة الرجاء لمواجهة الأهلي المصري. وفي تفاصيل الخبر وجه الجهاز الفني لفريق الرجاء الرياضي بقيادة الإطار الوطني رشيد طاوسي الدعوة للقائمة كتضم 23 لاعب من أجل المشاركة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وفيما يلي لائحة الرجاء المستدات لمواجهة الأهلي المصري. في حراسة المرمى أنس زنيتي، مروان فخر، أمير الحداوي. خط الدفاع إلياس الحداد، جمال حركاس، مروان الهدودي، محمد سهول، أسامة سكحان، عبد الإله مذكور، عبد الجليل جبيرة، وأيوب شبود. خط الوسط بول هرود، فابريس نقومة، عمر العرجون، محمد زريدة، محمد المكعازي، ومحسن مشولي. خط الهجوم حميد أحداد، سفيان بن جديدة، بيني بادي بانغا، عبد الله فرح، زكريا الهبطي، وكاديما كابانغو. يشل أن مباراة الرجاء والأهلي المصري غتقام غدا السبت انطلاقا من الساعة 8 ليلا الأرضية ملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة. الاتحاد العربي يكافئ الرجاء من جديد. وقرر الاتحاد العربي لكرة القدم إعفاء فريق الرجاء الرياضي من الدور التمهيدي للبطولة العربية المقرر أنه تستضيف السعودية في الأشهر القادمة باعتباره حامل اللقب. وكشف مصدر مسؤول أن لجنة المسابقات بالاتحاد العربي ناقشت عدد من الاقتراحات بخصوص نظام النسخة المقبلة للبطولة العربية. وأكد نفس المصدر أن الصيغة اللي حدات موافقة غالبية الأعضاء في انتظار أعضاء المكتب التنفيذي الموافقة عليها كتمثل في مشاركة 32 فريق 16 من إفريقيا ومثلا من آسيا، على أساس
يحس انه يتم ايفاء الانديه العشرة الاحسن تصنيفا من الدور التمهيدي، في حين غتخوض باقي الفرق ادوار اقصائيه لتاهل المرحله النهائيه اللي غتقام على شكل بطوله مجمعه. يشار ان الاتحاد العربي اختار فريق الرجاء للمشاركه في النسخه الجديده للبطوله العربيه الى جانب ترجي والنجم الساحلي من تونس والاهلي والزمالك من مصر والهلال والمريخ من السودان وفريق النجم اللبناني. إلغاء حصة تدريبية للاعبي الرجاء بسبب شباب السوالم وتعذر على لاعبي فريق الرجاء الرياضي اللي ما سافروا شروقات النصور لمصر إجراء حصتهم التدريبية عشية أول أمس بسبب استغلال فريق شباب السوالم الملعب الوازيس. أكد مصدر رجاوي أن لاعبي فريق الرجاء حضروا الملعب دون إجراء الحصة التدريبية بعد ما وجدوا فريق شباب السوالم كيجري حصة تدريبية سدرا للاستئناف بالبطولة الوطنية نهاية الأسبوع الحالي، وكيتوفر فريق الرجاء على عدد من اللاعبين غير المسجلين في اللائحة الإفريقية للفريق إذ كيخوضوا تدريبهم حاليا تحت إشراف الطاقم تقني الأمل وبحضور رضوان حجري. هذا وكيوضع فريق الرجاء ملعبه بالوازيس رغم إشارة فريق شباب السوالم لعدم توفر الأخير على ملعب التدريب، وذلك في إطار العلاقة اللي كتجمع بين مسؤولي الفريقين. سليم الشيخ مبادرة الاشتغال على فيلم خاص بالرجاء جاء بطلب من النادي وانتمائي للفريق الأخضر لم يساهم في هذه الخطوة. وأكد سليم الشيخ مدير القناة الثانية أن خطوة الاشتغال على فيلم خاص بفريق الرجاء الرياضي جاءت بمبادرة من الفريق الأخضر وشال أن انتماء وحبه للنادي ما كانوش سبب مساهم في الاشتغال على هذا الملف. وقال الشيخ في تصريحات خاصة لأحد المواقع الإلكترونية مبادرة الاشتغال على فيلم كيخص فريق الرجاء الرياضي جاء بمبادرة من الفريق الأخضر وهم اللي بدأوا استعدادهم واقترحوا على القناة الثانية الاشتغال على هذا الملف مرافقة النادي في رحلته القارية. وتابع الباب مفتوح أمام جميع الأندية المحلية كيف ما كان نوعها، الرجاء ماشي أول فريق كتشتغل مع القناة في عمل من هذا النوع، بل اشتغلنا كذلك مع المغرب الفاسي في الوثائقي الخاص بثلاثيتو سنة 2011 وواصل الهدف هو أنه يكون إشعال الأندية الوطنية والقناة تساهم في نقل الشغف للجماهير وخلق صلة وصل بين الطرفين في هذه المعادلة الكروية. واختتم انتمائي الفريق الرجاء ما ساهمش في هذه الخطوة، أنا ما عندي حتى صفة حاليا في النادي باستثناء أنني من محبيه ولو كان حياز لابان في وقت اللي كنت فيه عضو في مكتب مديري. كان هذا اخر خبر رجوي في عدد اليوم جورنال باغ، في امان الله ونتلاقاو في اخبار رجوي جديده ان شاء الله. الى بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع ما تنساوش الاشتراك في القناه والاعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه ارائكم تشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم لنا.